انا بس عايزه للدكتور هاني، 2014 طابه دي حجم المشروعات اللي اتعملت لرفع الخطه بتاعت الجسور والسدود والحصايد دي اتعملت من 7 سنين بعد موضوع طابه، لان احنا كنا كل سنه كل سنه، وانا بقولها للمصريين، كانت تيجي السيول ديت تقوم تشيل طريق نقوم نصلحه بمليار جنيه على، وبعدين تاني سنه نصلح، قبل ما نصلح الطريق تيجي السيول تشيل الطريق تاني. قلت لهم انتوا حاجه غريبه قوي، طب ما تعملوا، مش ليكوا في اسلوب علمي لمعالجه الموضوع؟ قالوا اه. طب ما تعملوه، قال لك هكلم مش عارف 3 4 5 مليار. طب لوحدها خرجت فنادق، انا زي ما انت قلت ما قلتش اسمها، خرجت قريه ضخمه فيها اكتر من 7 8 فنادق، يعني 5 نجوم، خرجتها من الخدمه لغايه دلوقتي، خرجتها من الخدمه لغايه دلوقتي. وبالتالي حتى المشروعين الثلاثه الدكتور مصطفى اللي هو حضرتك عرضتهم، بقيه الفكره او بقيه المخطط بتاع الصعيد وبتاع شمال وجنوب سيناء، من فضلك اعرضه عليا وهناخد قرار نعمله عشان يبقى قفلنا الباب ده خالص. يتبقى نقطه واحده، الدكتور هاني اتكلم على موضوع الميه، ويمكن الوقت الضيق بتاعه اللي هو بيعرض فيه ما خلناش نتكلم بالموضوع ده باستفاضه. انا دايما اقول حشد الراي العام وحشد المجتمع في قضيه جد خطيره جد. انت لما تيجي تقول مليون مواطن عايزين مليار متر ميه يا دكتور، طب كويس قوي، يعني انت لما تيجي تقول النهارده في 2040 هتبقى مثلا وصلت العدد بتاعك نقول 150 مليون، يعني 140 150 مليون. طب ال 50 دول بالطريقه اللي حضرتك بتتكلم فيها محتاجين 50 مليار متر ميه، طب خليهم 25، طب احنا هنجيبهم ازاي؟ انا بقول كده للناس في مصر عشان تقول ايه، انت ده ايه ده، هو ثبت كل الميه اللي هتجيلك، ومش بس كده، هو كل المشروعات اللي بتتعمل للمعالجه احنا وصلنا للحد الاقصى. يمكن حد يقول ايه، طب ما اللي احنا شايفينه في العاصمه ده ايه؟ لا، دي الميه دي بتاعت محطة المعالجة اللي موجودة في على طريق السخنة، اسمها ايه يا دكتور؟ ها؟ مش كده؟ المحطة دي المية دي كانت مية يعني بتتعالج وتتعملت لها شبكة للقاهرة الجديدة وللعاصمة، دي مش مية ايه؟ مش مية صالحة خالص. اه بنعملها معالجة عشان تبقى صالحة للزراعات اللي هي الحدائق وكلام من هذا القبيل عشان نستفيد منها، يعني يبقى في بهجه لينا. لكن تاني بقول، يبقى النهارده تثبيت عدد السكان يا دكتوره هاله، ها لما انت قلت لي انا بتمنى 1.6، قلت لك يا دكتوره احنا عايزين 400، طب انا النهارده مش انا احنا، اتفضل استريح حضرتك، النهارده نقول ان الدوله المصريه بالعدد والنمو السكاني القائم دلوقتي والمستمر بالطريقه ديت هيبقى محتاج حجم ميه قد الميه اللي بتجي له دلوقتي، طب هيعمل ايه؟ واحنا عارفين ان لو انا حبيت اعمل محطات تحليه انا هنا بتكلم في ميه شرب مش بتكلم في زراعه يعني، فلو النهارده بنقول لو انا هعمل محطات تحليه للمليون اللي هم مليار متر ميه يكلفوني كام يا دكتور؟ يعني عايز كام؟ المتر المكعب عايز 1000، يعني 1000 مليار ولا ايه؟ ها؟ ارقام ضخمه جدا 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 مش موجوده ومش هتبقى، مش موجوده ومش هتبقى. يبقى اذا لما نيجي نتكلم على ان احنا اهالينا اللي بيزرعوا ونقول يا جماعه ان انت استخدم الميه استخدام رشيد، ده موضوع يعني اللي عايز يعمل عمل يقرب بيه من ربنا يحرص عليه، لان الميه دي هتساهم في حياه الاخرين. ولما بتكلم على الجزء البسيط بتاع الصعيد ال 350 الف فدان اللي تلته هيتوفر من 12 13 الف متر في السنه للفدان الواحد في ال 350 الف عشان تتاخد، تروح فين يا دكتور مصطفى؟ تروح في حته تانيه
عشان المحطات المعالجة اللي بنعملها في بحر البقر والحمام والمحسمة وأي حتة تانية نقدر نعمل فيها. النهاردة لو أوزيريس كان هو بيعرض امبارح كان بيتكلم على 3000 محطة معالجة. ها؟ ليه؟ عشان نستخدم المية دي. المعالجة كانت دايما يا ثنائية أو أولية وكانت تترمي في الخيران. احنا قلنا من 7-8 سنين لأن نسمح إلا بمعالجة ثلاثية متطورة، وبدأنا برنامج من 7 سنين ب 300 مليار جنيه. أنا بقول كلام وخلصنا. طب فاضل إيه تاني؟ ما بقاش عندي حاجة تانية أقدر أعملها. مش أنا، الدولة المصرية ما عندهاش حاجة تانية تعملها للمية غير إن إحنا نخلي بالنا إن عدد سكاننا الحالي. شوف أنتوا كل حاجة بنتكلم فيها هتجدوا ان الموضوع السكان يعني بعد خطير جدا 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 في الاستقرار. ليه؟ الناس المواطن مش هيعرف ده بعد 10 سنين ان هو مش لاقي ميه، او الميه تبقى غاليه عليه، او اللي الدوله ما تقدرش توفره. فيبتدي بعد ما كانت مصر بتوفر ميه شرب نقيه بين 40-50 سنة مش قادره توفر ميه شرب نقيه بعد 30 سنة. طب وبعدين تقوم الناس تعمل ايه يا دكتور مصطفى؟ تتحرك. ما هو محدش يعرف. طب محدش برضو يعرف ليه؟ عشان احنا ما بنتكلمش كتير. نتكلم في المكاتب وفي مجلس الوزراء وحتى في الحوارات اللي بتتم بيننا وبين بعضنا ما بتطلعش للنور للناس، عشان نبتدي نشكل بيها رأي عام فاهم وواعي للي احنا ماشيين فيه ده. اخره مش كويس، اخره مش كويس. لما جيت طرحت الفكره او الخطه مع الدكتور مصطفى ووزير الاسكان ووزير الري ساعتها على ان احنا نعمل محطات معالجه ثنائيه وثلاثيه متطوره عشان كل الميه اللي بتطلع من الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي نعالجها معالجه حتى نلقيها مره اخرى فين؟ في المجاري المائيه بتاعتها، عشان نضيف مية بمعالجة أخرى تبقى صالحة مع حجم كمية المية الكبير اللي بينزل في نهر النيل. مفيش حاجة تانية نقدر نعملها. عشان تقول إن نعمل محطات مية تطلع 1 مليار متر مية لمليون مواطن قادمين، ده موضوع مش ممكن. محدش يقدر عليه. محدش يقدر عليه. مش هنقدر نوفر ده. طب تيجي تتكلم كده في التعليم تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم كده في الصحة تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم في الانتاج الغذائي تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم في التشغيل والبطالة تلاقي المشكلة طالعة لك. طب انتوا محتاجين ايه يا اهل مصر عشان تنتبهوا ان اللي احنا ماشيين فيه ده عبارة عن انتحار. ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ على انتحار. احنا كده السنة بتجر سنة. احنا 2011 كان من 10 سنين، كان امبارح. العشر سنين مروا بسرعة وزدنا 25 مليون. طب احنا زدنا 25 مليار مية؟ ما زدناش. كل اللي قدرنا نعمله ان احنا دخلنا في برنامج ضخم جدا بأموال. هتلاقي المحافظ يقول لي الفلوس اللي انتوا بتاخدوها دي كلها واللي صرفتوها في البنية الأساسية حرام عليك. انا قعدتك عشان تشوف تعرف تشوف الحكاية. ولما هتشوف وهنا انا بشكر القطاع المصرفي بصراحه. صحيح ده قام دور كبير او عظيم السنين اللي فاتت، بس انا حبيت اقول حتى دي للمعالي المحافظ البنك المركزي عشان هصيق بلدنا كلنا. وانت مش قاعد لوحدك في البنك يعني ايه تتفرج علينا. لا 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 انا بتكلم بجد والله. لا دي بلدنا كلنا مع بعض وكلنا نجري ونبنيها. ارجع تاني اقول يا جماعه في كلام كتير جدا احنا قلناه في حكاية وطن الهدف منه كله كان ان احنا نعرف مع بعضنا، لان اكيد نسبة المشاهدة في البرامج دي رغم ان طبعا ما افتكرش ان حد يعود للساعة 12 ابدا ولا للساعة 10، لكن ممكن تبقى بكرة في اي وقت تاني الناس هتبقى عايزة تعرف احنا بنقول ايه. وانا بقول لكم تاني وبقول لكل مواطن مصري البلد دي مش بلد حد لوحده، دي بلدنا كلنا، والمحافظة عليها يعني أظن تبقى في رقبتنا كلنا عشان لينا
ومش لينا احنا، انا كبرت في السن واللي زي كبر خلاص اليوم مش فاضله كتير، انما احنا بنتكلم على الاطفال والاجيال القادمه هنسيب لها ايه؟ يقولوا ما يقولوا هيقولوا ما فكروش، ما خططوش، ما نفذوش، ما جهزوش، مش كده يا دكتور؟ لا احنا بنقول اهو، وده بيتسجل للتاريخ.